الليلة في حديث القاهرة، حوارات ومفاجآت، بيان حاسم للنيابة في حادث انتحار موظف القطاع الخاص، لا حريق وكاميرات المراقبة سجلت الواقعة، والأرجح عدم وجود شبهة جنائية. وفي الجلسة المرتقبة كلمة وزير التعليم التي أثارت غضب النواب، ولماذا طلب الحضور للبرلمان شهرياً؟ ونحن نعرض ونحلل ماذا قرأ المصريون في 2021. والليلة لنا حوار خاص مع مدير التصوير الأشهر الدكتور محسن أحمد، هل الشاشة الكبيرة لا ترحب بالكبار؟ هذا وأكثر في حلقة الليلة. أهلا بكم في حديث القاهرة. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من حديث القاهره، حلقه الثلاثاء 28 ديسمبر، الجمعه خلاص هنودع السنه، هنقول لها باي باي، ويا رب 22 تبقى احلى واحلى، يا رب تيجي باحلام وامال حلوه تفرح المصريين تخفف عنهم. ولكن قبل وبعد ان نودع العام ونستقبل العام ونودع اليوم ونستقبل غدا، مساء الخير يا كريم. قالت لك هيطول وينساني، قالت لي ها مش هتمسي ولا لا؟ لا خالص، ده انا كنت مستمتعه بعمل كده، يعني خلي حيوره اطلاقا. مساء الخير لكل مشاهدينا في كل مكان. مساء زمان كنا دايما نقول الخير والرخاء والنماء. على فكرة الكلمة دي عظيمة جدا، لما بنسمعها بنستمتع بوقعها في الودن. النهاردة يمكن حسينا بيها في حجم المصارحة اللي كانت موجودة برضو في كلمة من كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة يوم مختلف. طبعا في اسبوع الصعيد الرئيس ما زال موجود في أسوان وقال كلام مهم جدا. الرئيس النهاردة كان في مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيمة في محافظة أسوان. سأل الحكومة انتوا ما بتحلموش ليه؟ ده كان السؤال المباشر اللي وجهه. قال للحكومة وقال لرجال الأعمال احلموا عشان نقدر نحقق نجاحات اقتصادية ولوجستية في مصر، وأكد أنه مش بيحلم غير بكده ومصمم على تنفيذ الأحلام دي، وأن حالة الفقر اللي موجودة في مصر لا حلول، وده مش هيحصل إلا بالتعلم، من أنك تبص وراك تتعلم من الماضي، لازم نبص ورانا علشان نطلع لقدام. المواطنين كلهم على الهوا كده لما قال مش عايزين نرجع تاني للخراب. الرئيس كان بيصارح الجميع، المصانع اللي بنفتتحها ترجع تدهور تاني؟ لا، لازم يكون في ادارات محترمه للمصانع، وما يتمش تعيين حد في المصانع بالواسطه او ملوش لازمه، لازم القطاع الخاص يدخل شريك في اداره المصانع، لان قطاع الاعمال على مدى 40 سنه ما عندوش كفاءه في الاداره. اعتقد انها كانت جمل صعبه جدا على الودن ان الناس تسمعها او تتصارح بيها بصوت عالي، رغم انها كانت تتقال دايما خلف الابواب المغلقه في مناقشات المفكرين والخبراء وغيرهم. الرئيس لما صارح النهارده كانه بيفتح كل المواطن الازمات علشان يقول ان احنا محتاجين الاصلاح، والاصلاح مش هيبتدي غير بالمصارحه. المصانع دي مش ممكن ابدا عمليه الاصلاح كمان اللي بنرجوها وبنحاول نعملها فيها دلوقتي يكون على حساب العمال، لانه مهتم بيهم وباحوالهم، لان المواطن المصري الاصيل استحمل اكتر من 7 سنوات عجاف زي ما بيتقال، صعبين جدا عشان مصلحه بلده. يعني مصلحه البلد كانت في المقام الاول، عشان كده استحمل كل المصريين عشان مصر تبقى قد الدنيا. تصريحات كانت مهمه فعلا يا خير. تصريحات مهمه جدا للرئيس، قال فيها ان الدوله دخلت مجال الاسكان ليس من اجل المنافسه، لكن من اجل التغلب على المظهر القبيح. وقال خلال افتتاح مدن جديدة من مدن الجيل الرابع بالصعيد، وأنا فرحان للصعيد جدا. سيادة الرئيس قال التحدي اللي قدامنا إننا نعمل شقة إيجار بفرشة، وقلت هعمل 100,000 شقة، والله هعملها. عاوز العريس والعروسة يروحوا الشقة بشنطة هدومهم ويدفعوا إيجار ويعيشوا. وقال كمان إن حجم العمران المسكون في مصر مش كتير، وكلم المصريين وقال لهم امشوا على الدائري وشوفوا حجم العمران وحجم المسكون منه قد ايه. ثقافتنا كمصريين ان كل واحد معاه قرشين يروح يشتري ارض ويبني على قد ما يقدر بدون ما يسال هي الفايده ايه، واللي بيبني متصور ان ده استثمار. الناس يكون عندها وهم وبتحبس فلوسها. الرئيس كمان وجه رساله للحكومه والمسؤولين وقال لهم
قال لهم في فرق كبير جدا بين الكلام اللي بيتقال على المكاتب واللي بيتم تنفيذه على الارض. يعني ما كانش في مصارحه اكتر من كده بصراحه، كانت قمه المصارحه ليهم هم كمان. واننا ممكن نحقق النجاح لكن ده لوحده مش كفايه في ظروفنا الاقتصاديه دي، انما لازم تحقيق وتفوق وقفزات كبيره مش بس نجاح، لان احنا محتاجين علشان نصلح الاقتصاد المصري ونوصله اللي احنا عايزينه ان احنا نعمل قفزات. احنا بنسابق الوقت وبنسابق الوقت عشان بلدنا تبقى احسن. مره تانية كل الكلام اللي اتقال النهارده هو نقطه، ومن اول السطر عالم المصارحه والمكاشفه هو اللي بيبني المستقبل لمصر. نروح نشوف ابرز اللي قاله السيد الرئيس النهارده ونرجع لكم تاني في حديث القاهره. اللي ما يعرفش الكلام الجد ويتحمل المسؤوليه لمصير 100 مليون انسان، ما هو كلها عناصر جنب بعضها كده، ده زراعه ده صناعه ده كده. لو كل واحده من دول نجحت البلد دي تطلع قدام. ده يحصل له وهن وده يتعب وده يضعف، التعليم يخيب والصحه تخيب والصناعه تخيب والزراعه تخيب، يبقى البلد ايه؟ تتهد. لازم جيوب الناس تتملي بافكار وبجهد ووجع قلب. وجع قلب لمين؟ لنا. ليه كنتوا؟ انما احنا قاعدين هو حد هيبقى وزنه هيزيد يا دكتور مصطفى من الكلام ده؟ هنخس كلنا وهنصفي. تعملوا كل حاجه حلوه، لا سترة تتقطع ولا لوح ازاز مكسور ولا الكلام اللي كان بيحصل قبل كده. ان شاء الله خالص. ان شاء الله. ايوه كامل. انا حاجه اشوف المحطات دي وهروح في اوقات انا بس الساعه 5، طب ما انزل اشوف بقى. بتكلم بجد. انا لا بخاف ولا بيهمني الا هي البلد. بس لكن ما بخافش بحد خالص. العمر ده بتاع ربنا والمكان اللي انا فيه ده بتاع ربنا. وقت ما يقول لي يلا هعظم وامشي. ده كان جزء من الكلام المهم اللي قاله سياده الرئيس. كمان قال للناس اللي بتستثمر، قال ان الحكومه مش هتبيع ارض، وانت لما بتبني مش هتقدر تنافس. وقال للناس استفيدوا بفلوسكم وحطوها في البنك، بنك بيدي فايده كويسه قوي، في النهايه هيبقى عندك دخل ضمان. او انا رايي بقى ده بره كلام الرئيس، روحوا روحوا للمشروعات الصغيره، استثمر فلوس عشان تدور بدل ما تروح تحطها في بيت والبيت واقف وفاضي وما عادش حد هيلاقي اراضي يبني عليها. النهارده كمان السيد الرئيس زار معرض الحرف التراثيه في مدينه اسوان الجديده بعد افتتاحها، وعد المشاركين فيه بدعم الدوله ليهم للحفاظ على تراث مصر، وأمر بتخصيص مكان للمميزين منهم في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال إن هيتحمل إيجاره لمدة 2 سنين صندوق تحيا مصر. طبعا كالعادة استمع بصدر رحب جدا لمشكلات المواطنين اللي قابلهم، وخصوصا بخصوص قرى الصعيد واللي موجود فيها وأزماتهم اللي بيعيشوها هناك. وكان الرد إنه بيأكد لهم إن مشروع حياة كريمة خلال 3 سنين هيحل كل مشكلات كل قرية في مصر. يعني ما فيش مكان من أول شرق مصر لغربها، من شمالها لجنوبها، لأعمق نقطة في صعيد مصر إلا ما هيوصل لها مشروع حياة كريمة عشان أهالينا وأحبابنا اللي موجودين في القرى. طيب نطلع بقى عناوين الأخبار ونرجع مرة تانية معاكم هنا علشان نبتدي معاكم قصصنا الإخبارية واللي اخترناه النهاردة فريق تحرير حديث القاهرة. الرئيس السيسي يشهد تدشين الوحدات المتحركة الجديدة للسكك الحديدية في أسوان. الرئيس السيسي: الإصلاح في قطاع الأعمال لن يكون على حساب العمال. وزير النقل: كل ما هو قادم في القطارات بدون سائق وغرفة تحكم واحدة في جميع الخطوط. وزير الزراعة: تنفيذ 241 مشروعاً جديداً في الصعيد بتكلفة 17 مليار جنيه. وزير المالية: توجهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية. وزارة الصناعة بحصاد 2021: توقعات بتخطي صادرات مصر 31 مليار دولار بنهاية العام. الداخلية تعلن بدء التشغيل التجريبي لمركز الإصلاح والتأهيل بدر تمهيداً لافتتاحه بشكل متكامل. مجلس النواب الليبي يستأنف جلساته حول الانتخابات الرئاسية لبحث أسباب عرقلتها.
رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي ينتقد تعطيل حكومته ويلوح بالاستقالة. إعلان قرعة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بمشاركة الأهلي والزمالك. المستشار مرتضى منصور يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات نادي الزمالك. الأرصاد، طقس الغد شديد البرودة وأمطار ببعض المناطق بالسواحل والقاهرة. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. النهاردة كان اللقاء المرتقب بين الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وأعضاء البرلمان المصري في جلسة مهمة طال انتظارها، وإن كان في طلبات كتير. احنا قلنا ان كان هناك طلبات أحاتة هو أسئلة موجهة للسيد الوزير، والجلسة دي تم تأجيلها أكتر من مرة. وتوقعنا ان النهاردة هنلاقي قاعة البرلمان موجود مليانة على الآخر، ولكن الحقيقة ان كان في غياب كبير النهاردة داخل البرلمان، فاستغربنا هو كم الحرص والغضب ان الوزير سافر وكان عنده مهمات وما جاش. كان متوقع ان يكون هناك حضور كبير لاعضاء البرلمان للمشاركه في هذا اللقاء الهام. الاسئله بتاع النواب والطلبات الاحاطه لمت بكل شيء، بعضها كان عميق وبعضها لم يكن، ولكن بصراحه انا عجبني ردود السيد الوزير. كان واضح جدا انه جاهز لهذا اللقاء وعنده ردود واضحه، زي الجراف اللي حضراتكم هتشوفوه اللي كان فيه السيد الوزير بيرد على النواب وبيقول ايه. يعني مثلا الساده النواب كان عندهم سؤال بيقول لدينا عجز في اعداد الفصول والمدارس، طبعا ده شيء معروف. سياده الوزير رد وقال ان احنا قمنا ببناء 94,000 فصل، يعني 39% منها فصول جديدة تماماً، اتكلفوا 31 مليار جنيه. خلال سنوات البناء دي زاد عدد الأطفال 5 مليون طالب، فالتهموا مقدرات التنمية، يعني ال 5 مليون طالب زادوا على عدد الفصول اللي تم إنشائها. النواب قالوا مناهج رابعة ابتدائي بها مشكلات وتثقل على الطلاب. دكتور شوقي قال حظيت بإشادة مؤسسات دولية كبيرة وننافس بها الدول المتقدمة، نريد للطلاب أن يستمتعوا بها كمناهج تخلصهم من هاجس النجاح والرسوب. من ضمن برضو الأسئلة اللي كانت موجهة من السادة النواب كان عن الوجبات المدرسية اللي تسببت في تسمم عدد من الطلاب. دكتور شوقي رد وقال لسنا الجهة المسؤولة عن إعداد الوجبات، إحنا بنتلقاها فقط. الوجبات دي مسؤولية وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء، وما حدث ليس أكثر من الدعايات. النواب قالوا الأبنية التعليمية متهالكة والفصول بلا نوافذ. دكتور طارق شوقي رد نواجه عجز مالي في توفير مخصصات مالية لبناء المدارس والفصول، مشكلة أخرى في عدم وجود أراضي كافية للبناء ونضطر للدخول في مشكلات نزع الملكية. ايضا النواب اتكلموا عن ان في عجز كبير جدا فادح في اعداد المعلمين وازمه ال 36,000 مدرس بتحتاج لحلول، وطبعا احنا بنشوف ما يكتب عنها دايما. سياده الوزير رد وقال ان التعيينات متوقفه في الجهاز الاداري بالكامل، وقال ان القانون بيمنع تعيين مزيد من المدرسين، وقال ان لو الامر بايدي انا لاستثنيت الاطباء والمدرسين وفتحت لهم باب التعيينات. النواب قالوا التطوع للتدريس إهانة لوظيفة المعلم المقدسة. الوزير رد وقال عشت في أوروبا لسنوات، التطوع أمر يقدره العالم كله، وضعنا اشتراطات صارمة للمتطوعين كالمؤهل التربوي. النواب اتكلموا عن رواتب المعلمين وقالوا إنها متدنية للغاية. المعلم حقه أنه يحصل على أعلى مرتب في الدولة المصرية، لكن ذلك يتطلب إمكانيات اقتصادية لا نمتلكها. ده كان رد سيادة الوزير. ده كان السجال اللي بين السيد الوزير وأعضاء البرلمان. كان في كلمة قالها السيد الوزير تعبير اللعبة، وهو ما كانش يقصد هذا المعنى، يعني يدخل في هذه اللعبة اللي هي المتاهة، ولكن اعترض النواب واعترض السيد رئيس المجلس وطلب بشطبها من ملزمة الجلسة. قام وزير المجلس النيابي
ورد على الاعتمادات في وزارة المالية وعلى وزارة الصحة، وقال انه هيرجع لهذه الوزارات، واعتذر عن الكلمة اللي وردت لعبة على لسان السيد وزير التربية والتعليم. طيب يعني ايه اللي حصل؟ لو احنا حبينا ان احنا نعرف كان ايه الموقف بالظبط، ان كان في مقاطعة من احد النواب للسيد الوزير، وطبعا ده نتيجة ان السيد الوزير كان بيقوم بتساؤل وغيره، لكن الوزير رد قال زي ما انا سمعت السادة النواب من فضلكم نسمع بعض، ولا اريد التعليق على كل كلمه، مش عاوز ادخل في اللعبه دي خالص. طبعا هو كان قصده هنا اللي هي لعبه ان احنا نخرج من الموضوع، هو محتاج يرد على الموضوع بشكل كامل وبعد كده نتناقش. النواب طبعا احتجوا على العباره، فقال رئيس البرلمان يتم حذف لفظ اللعبه من المضبطه، لكن ما كانش طبعا كفايه ان هو يتم حذف الكلمه من المضبطه، وزاره الشؤون النيابيه منوط بيها الرد، هو قال كده، والا هتكون الحكومه غير ملمه بالدستور، ونحن نحترم الحكومة ونتوقع منها الاحترام المتبادل في الحديث. وزير الشؤون النيابية المستشار علاء فؤاد قام بالرد والاعتذار، وقال الحكومة تعتذر عن أي كلمة أثارت حفيظة المجلس، والحكومة تكن للمجلس كل التقدير والاحترام، وأيضا الحكومة حريصة على ذلك تماما. وخلص بكده الموضوع. معانا على الهاتف سيادة الوزير الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أهلا بحضرتك معانا معالي الوزير. أهلا أهلا وسهلا يا فندم. أهلا وسهلا معالي الوزير، أهلا بحضرتك، مساء الخير، كل سنة وحضرتك طيب. معالي الوزير، لو أردنا أن يعني نجمع أهم ما كان في هذا اللقاء اللي انتظرناه لوقت طويل، وحضرتك قلت تصريحات مهمة وكشفت الواقع أمام السادة النواب، هل ممكن أن نلم من خلال حضرتك بأهم النقاط اللي بتريد التأكيد عليها للسادة المشاهدين؟ والله هو بص، الحديث كان صحي تماما وجيد جدا، واستمعنا لمدة 4 ساعات لكل يعني السادة النواب حبوا يقولوه. هو يتلخص في 3 محاور رئيسية: موضوع كثافات الفصول، موضوع عجز المعلمين، الصورة الذهنية عن مناهج رابعة ابتدائي. فاحنا اتكلمنا في 3 مواضيع دول في المقام الأول. في حاجات حوالين ده، مواضيع أصغر أو مواضيع محلية أو كده، بس يعني عشان ما نشغلش السادة المشاهدين، دول كانوا 3 محاور يعني. الأول بس كان لازم نفكر بعض إن إحنا نعلم تماما حجم التركة وصعوبة هذه المهمة، لأن إحنا سنة 14 و15 و16 تكلمنا عن إن جودة التعليم في مصر بقت في مرحلة تستدعي تدخل يعني مختلف، وعشان كده بدأنا مشروع قومي لتطوير التعليم من سنة 17، وانه لما بدأنا، يوم ما بدأنا، موضوع الكثافات وعجز المعلمين كان قائم، كان جزء من التركة، فهو ليس وليد اللحظة وليس من صناعة الحكومة الحالية، وانما احنا بنحاول نحله. بس ابتدينا بقى نشرح ابعاده، يعني ازاي هيتحل، لان دي قضايا، اولا موضوعي الكثافة والمعلمين مرتبطين كمان، غير العجز اللي ابتدينا بيه، بانه المشكله بتتفاقم نتيجه الزياده السريعه جدا في السكان. صحيح. فاحنا بيجي لنا 800,000 طفل كل سنه، احنا زدنا من 21 مليون طالب ل 25 مليون طالب في اخر 4 سنين. فكل مليون بيحتاجوا كام فصل وكام معلم، ده لو كانش في عجز اصلا. فبالتالي ده اكبر من قدرتنا حتى على الاستجابه. طبعا الموضوعين دول بالتحديد، قدرتنا كوزاره ولا قدرتنا كموازنه؟ لا كموازنه وكدوله. حتى السيد الرئيس نفسه قال ان التعليم الجيد مطلوب له قدرات اقتصاديه غير موجوده كما نريد. صحيح. لان الدوله عليها اعباء زي ما حضرتك شايف، كتيره جدا 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 في كل الاتجاهات وكلها مهمه، فلازم نبقى بس كلنا مع بعض في مركب واحده فاهمين ابعاد المشكله. المشكله فيها جزء شق تمويلي طبعا في الموضوعين دول بالتحديد، وشق تاني بقى معوقات اخرى، يعني مثلا الكثافات مش بس فلوس، يعني ما احنا لازم نلاقي اراضي، ونلاقي اراضي جنب التجمعات السكانيه. والبنى بياخد وقت وفلوس واراضي، ففي خطه وقلنا لهم بنينا ب 30 مليار في اخر 6 سنين ومش مكفي، بس بيحصل جهد كبير جدا. انما
يعني استعرضنا وقلنا احنا هنجيب اجهزه الدوله كلها المعنيه عندها، نحاول نعمل خطه مثلا خمسيه ازاي نحاول نحل المشكله دي باساليب بنا، باساليب جدوله مختلفه للحضور وكده، بحيث نحلها بس نفهم انها مش بزرار، مش هتحصل، مش احنا مش محتاجه مجهود ووقت. طيب معالي الوزير اسمح لي يعني يعني فكره 142 اداه برلمانيه لسؤال حضرتك سواء كان طلب احاطه او سؤال او غيره، ده كان دليل ان كل النواب كانوا اخذين تكتلات معينه، شايفين مشاكل بس مش شايفين ما وراء المشكله. اللي حضرتك عملته النهارده في البرلمان وده بصراحه يعني كان شيء غايه في الاهميه، ان حضرتك عملت نوع من انواع المكاشفه بالحقيقه واصل المشكله فين. هل نتوقع بعد كده بعد كل المكاشفه دي ومعرفه اصول المشاكل اللي احنا بنواجهها ايه، وان احنا محتاجين حاجات كتيره جدا وامكانيات كبيره جدا، ان ينقلب اللي قدموا ال 142 اداه برلمانيه دول لصف الدعم بعد كده لوزاره التربيه والتعليم، ويحاولوا هم كمان يسهلوا علشان ان حضرتك تقوم باعمالك في خطه التطوير بالشكل اللائق واللازم بدل كل المعوقات اللي كانت بتبقى موجوده قبل كده؟ يعني نتمنى هذا، وهو احنا كمان عرضنا على الاستاذ النواب ان احنا نعزم نفسنا مره كل شهر من خلال لجنه التعليم والبحث العلمي، ويبقى كل مقابله شهريه فيها موضوع من هذه المواضيع نبحثه بعمق، ويبقى في اي عدد من النواب يحب يحضر، بحيث يبقى العلاقه دي مش مره كل كذا شهر، عشان نصلح الحاجات دي اول باول ونشتغل سوا زي ما حضرتك اقترحتي، لان احنا في مركب واحده، احنا مش جهتين. احنا كلنا لينا نفس الهدف، وهم معنيين بالتعليم واحنا معنيين بالتعليم، فبس بنوضح الحاجات، لانه العناوين البراقه والسوشيال ميديا ونقل الكلام بشكل مش دقيق بيعمل لخبطه كبيره قوي عند الناس، بينقلوه للساده النواب فبيرجعوا ينقلوه لنا. فبدل الدايره دي لو اجتمعنا اكتر ووضحنا بصوره دوريه يمكن تبقى كلنا على نفس الخط، وده ياخد شويه مجهود بس احنا نبقى سعداء نعمله. يعني مفيش شك في هذا. واتكلمنا على عجز المعلمين، وهو مشكله مشابهه تماما برضه، فيها شق تمويلي وفيها شق قوانين حاكمه لازم نحترمها، لانه الناس لسه عندها فكره التثبيت والتعيين في الحكومه، بس الحكومه بطلت تعين الحكومه كلها يعني منذ سنوات، عشان احنا بنقلص. حضرتك تمنيت ان ده يتكسر لحساب المدرسين والاطباء؟ دي كلها حاجات ممكن تناقش، بس برضو ده قرار دولة بقى، مش قرار. احنا كوزارة التربية والتعليم بنقول يا جماعة احنا في احتياج دائم للمعلمين، لان في ناس بتطلع معاش ولا تستبدل، وبعدين في ضغط ان احنا محتاجين كل سنة زي ما قلت حضرتك بسبب المواليد وكده اعداد اكبر، فهو دائما في احتياج للمعلمين. ده محتاج تخطيط لأعداد قادمة متوقعينها وعجز مبتدئين بيه، برضو لازم نلاقي له حلول، وعاوزين ناس عندها مؤهلات تربوية وذات كفاءة معينة، فده برضو اتفقنا ان احنا هنقعد احنا التربية والتعليم مع التنظيم والإدارة مع المالية مع التخطيط ونبحثه مع بعض ومع السادة النواب، بس برضو هياخد يعني مدة زمنية. وكان في تصريح لفكره بتتردد كتير، حضرتك عارف بيبقى في مجموعات لها مطالبات معينه طبعا، يعني النواب كلهم بينقلوا لنا الناس اللي كانوا في مسابقه ال 36,000 معلم و120 بيكرروها كتير، هو بس صلحنا الفكره، هو ما كانش في حاجه اسمها مسابقه 36,000 معلم ولا حاجه، هو احنا كنا طول الوقت عندنا عجز، فعلى قد التمويل اللي كان متاح وفي ضوء ان احنا ما نقدرش نعين، قلنا يا جماعه احنا عندنا تمويل يكفي لشهرين او ثلاث شهور، وتمت الموافقه على كده من جميع الجهات، وعملنا عقود طولها ثلاث شهور، ما كانش فيها وعد بتعيين خالص، وكلهم مضوا عليها، بس كان عندهم الاعتقاد بان ده مقدمه للتعيين، ان مع انه ما فيش تعيين وما فيش حاجه بتقول كده خالص، ما فيش حاجه في الحكومه بتقول ده للاسف، انه في مركز قانوني اكتسبوه من وجودهم ثلاث شهور، وان احنا ندين لهم باعاده تعيينهم، بس ده مش موجود. طب حضرتك الرقم اللي احنا قريناه ده يا فندم، اللي احنا مش محتاجين ال 36,000 دول، احنا محتاجين اكتر من 323,000 معلم، لو هنتكلم احنا محتاجين قد ايه علشان الفصول؟ الرقم ده كان صحيح، وعشان كده احنا مصرين على باب التطوع طول ما باب التعيين مقفول. احنا عملنا دراسة مستفيضة للعجز على مستوى المادة وعلى مستوى المدرسة،
وراسلنا بيه التنظيم والإدارة وفي حوار مستمر حواليه. هذا العدد اللي احنا قدرناه كان 320 ألف الرقم ده. فالقضية مش قضية المجموعة المسماة 36 ألف، لأن السادة النواب كانوا بيتكلموا فقط على المجموعات دي. بنقول لهم لا، القضية أكبر من كده، القضية أكبر من كده. اللي احنا محتاجينه عشان نسبة المعلمين للطلبة تبقى مظبوطة، خصوصا التعليم الجديد بيقتضي اثنين مدرسين في الفصل، عايزين أعداد أكبر. فبنقول لهم مش بس عايزين نجيب 36 ألف، احنا عايزين أكتر من كده. بس بنشوف حل يعني متوازن ما بين إمكانياتنا كدولة وما بين الاحتياج للمعلمين، وهنناقش بقى جوانبه المختلفة. فكان مهم توضيح بس الصورة في الموضوع ده. معالي الوزير، اتفضل فيه. أنا آسف بس أنا بحس على طول إن حضرتك بتشتغل، عندك مشروع وهو مشروع الحكومة اللي حضرتك بتنفذه، وطبعا لك اجتهاداتك عالم فيه، ولكن بتشتغل تحت ضغط شديد جدا، تحت ضغط. واحنا اول مره ناخد بالنا ان وزاره التعليم مش كل اللي بيحصل فيها تبع وزاره التربيه والتعليم، لا علاقه بوزاره الماليه زي ما حضرتك قلت، لا علاقه بوزاره الصحه زي الوجبات، لكن في النهايه كله بيصب عند وزاره التربيه والتعليم. ما هي موازنه التربيه والتعليم الان؟ وحضرتك تتخيل لو الرئيس النهارده طالب ان الحكومه تتخيل، تحلم، لو بتحلم بميزانية تبقى الميزانية كام علشان تقدر تحل جزء من المشكلات دي؟ نقدر نقول بعد 5 سنين بعد 10 سنين هنكون حلينا مشاكل التعليم. لا أقول لحضرتك، واحنا حاليا الميزانية في حدود 100 مليار، حوالي 85% من الرقم ده بيروح مرتبات للناس اللي اوريدي في الخدمة، والبقية 15% اللي هم حوالي 15 مليار بيروح منهم 12 مليار تقريبا في الأبنية. حضرتك بتتكلم على الرقم اللي فاضل، يعتبر نسبة صغيرة جدا، 3 مليار، المتاح لنا نعمل بيها كل التطوير ده، اللي بتطبع بيها الكتب وبتجيب مطورين، بنعمل كل حاجة حضرتك شايفها. هو السؤال انتوا بتعملوا كده ازاي؟ لانك لو فكرت فيها شوية تلاقي ان اللي احنا بنقدمه اكتر كتير من الرقم ده. فاحنا بنجتهد عشان نجيب موارد، وبنجتهد علشان نقدم المنصات والمحطات والكتب الجديده والتكلفه. نجيب منين يا دكتور طارق؟ النظام الجديد يعني، خليه بقى سر الصنعه بقى. ولكن وحضرتك سالت عن الحلم. كل 36 ألف معلم كرقم يعني يكلفك مليار جنيه. فلو كان العجز 320 ألف، يبقى احنا بنتكلم على مثلا 9 مليار. 9 مليار إضافة كبيرة، طلب كبير سنويا كده. ايوه لو كان يعني لو عاوز تحل المشكلة دي، وهيزيد كل سنة كمان بنسبة المواليد ده. بس معلمين مش أبنية وفصول جديدة، ان احنا محتاجين لها علشان الناس الجديدة، ونخفف شوية من كثافة طلابية في الفصول زي ما الناس بتطلب. احنا بنقول كده بس عشان كلنا نبقى مشتركين في فهم المشكلة. فهو 9 مليار 9 إلى 10 مليار بس عشان الجانب ده. وعلى فكرة الرقم ده محسوم على الحد الأدنى للمرتبات، وهو ما لا يتناسب طبعا مع تقديرنا للمعلمين طبعا. بس يعني عايز أقول أقل رقم عشان نظبط العجز حوالي 10 مليار. طيب ما هو ده رقم كبير عشان نستبقى عارفة في ضوء التزامات الدولة. كمان الأبنية، لو دخلنا في الأبنية احنا بنبني 14 ألف فصل بهذا الرقم. الفصل بيتكلف في المتوسط 500,000، فحضرتك نقدر نحسب عدد الفصول اللي ممكن تعملها بالموازنة. يعني احنا محتاجين 7 مليار. احنا محتاجين 200 ألف فصل جداد، يعني محتاجين 100 مليار. 100 مليار ده رقم يعني كبير جدا. هو الموازنة تانية أساسا، موازنة تانية. فده غير بقى تكلفة التطوير، أو إذا عاوزين نعمل تغذية مستوى أعلى، إذا كنا عاوزين وهكذا. يعني عشان كده السيد الرئيس قال كثيرا إن احنا بنحلم بحاجات كتير، وقالها نقاتل عشان نجيب تعليم جيد، نقاتل بحثا عن هذه الموارد، ولكن نبقى عارفين بس إنه. ودايما يقول كده على فكرة، ويقول تكلفة الطالب بره كام وعندنا كام، مصر محتاجة كام تريليون عشان نحقق أحلامنا. فهو مش تقصير من وزارة أو من حكومة قد ما هو إمكانيات. موضوع صعب وله جوانب كتير، وتركة
بنحاول. اذا خدت 30 سنه عشان تصل لكده، طب يعني نحاول نحلها في 5 الى 10 سنين، يبقى انجاز كويس جدا. فكان مهم بس نبقى عارفين توقعاتنا، نظبط التوقعات. طيب سيادة الوزير، حضرتك اتكلمت عن الدور اللي حضراتكم ممكن تعملوه كجهات تنفيذية في الدولة ووزارة، والدور اللي ممكن لو تشارك معاكم السادة النواب تعملوه. طب دور المواطنين بقى، بما ان احنا عاملين المكاشفة لهذه الدرجة، حضرتك طالب من المواطنين ايه؟ ان هم يبقوا عندهم ثقة اكبر في ان الحكومة عندها قمة الشفافية والوضوح، وبنقول كل حاجة وبنحاول نشركهم معنا في المشكلة عشان نتوقع مظبوط. والدول اللي غيرت الحاجات دي زي كوريا، زي سنغافورة، زي اليابان، زي فنلندا، أخدوا من 20 ل30 سنة. احنا اللي حققناه في 4 سنين، يعني مش بس بقى في التعليم، حضراتكم شايفين اللي بيحصل في كل المجالات، يعتبر إعجاز. يعني إعجاز، يعني السيد الرئيس كان بيتكلم على كل مشروع بيقول كأنه سد عالي جديد. اللي حصل في التعليم مش هنقدر نحل كل المشاكل، واللي بيحصل في الجو بتاع السوشيال ميديا كده، ان احنا كل ما نعمل حاجة ما نتكلمش على حاجة كويسة ونقول ايه اللي ناقص، فدايما في رأي عام سلبي او هذه مع الإقرار بان في حاجات ناقصة. ما احنا بنقول كده، احنا واحدة قد امكانياتنا، ايوه عارفين، فبنقول ما هو في حاجات اقدر احلها بسرعة وفي حاجات هتاخد وقت. يعني انا لو هبني مدرسة ما هتاخد وقت وفلوس وكل حاجة. فبناء المناهج شيء اساسي، وتغيير الكور يعني اللي هو العمود الفقري للتعليم هو المحتوى التعليمي، مخرجات التعلم. كل الدول بتشتغل على ده، وطرق التقييم، طرق بناء الطفل، بناء شخصيته، بناء مهاراته وكده. المشاكل الأخرى في البنية التحتية، في المباني، في الاتصالات، في كل بنبنيها واحنا ماشيين، بس لازم نبقى عارفين ده هياخد وقت. ده مش تقصير أو عدم إدراك أو أي حاجة خالص. فنفرح باللي معمول، ونثق ان احنا ما بننامش عشان نحل الباقي، ونثق ان احنا ان انتوا شايفين المشكلات وحاطين ايدكم عليها. ده احنا اول ناس طلعنا قلناها. طيب احنا كنا بنروج لكده عشان نطور التعليم. طيب معالي الوزير، انا النهارده استوقفني قوي ان احنا هزمنا اليابانيين بتوع رابعه ابتدائي في مسابقه، هل اللي انا فهمته ده صحيح؟ والله احنا ما جاتش فرصه نقول كده في وسط كل الاحداث. أيه. احنا بنتعاون مع اليابان في المدارس اليابانيه طبعا زي ما حضرتك عارف، ومع أيه. مؤسسه جايكا وكده، فمن العلاقه جيده. هم عرضوا علينا في امتحان بيعملوه في اليابان بيقيسوا بيه درجه تحصيل الولاد عندهم، بعيدا عن الامتحانات التقليديه، يعني امتحان قراءه وكتابه وحساب اللي هو المهارات الاساسيه. فعندهم امتحان معياري، قالوا لنا احنا ممكن نديكم منه 3000 نسخة تطبقوها عندكم على ولادكم وقصادهم ولاد من اليابان. فعملنا ده على عينة من ولادنا في رابعة ابتدائي وفي أولى إعدادي، تاني إعدادي، تالتة إعدادي. فكل مستوى عمري يعني على قد السن بتاعه يعني. فما طلعت النتيجة، الامتحان ده بيتعمل في اليابان وبيتصلح في اليابان. أيوة. احنا مالناش دعوة بيه خالص، احنا مجرد فتحناه لولادنا هنا. فاخترنا عينة من مدارس حكومية مش دولية ولا اي حاجة خالص، وفوجئنا بالنتيجة. النتيجة كنا متوقعين يعني ان هم يكسبونا طبعا، خصوصا واحنا لسه التطوير ما وصلش مسافة طويلة، وهم سبقونا في هذا. هو فعلا اولى وثانيه وثالثه اعدادي هم سبقونا، بس مش بمسافه واسعه. يعني في ثالثه اعدادي كانت منافسه شرسه يعني، فده طمنا. ولادنا اللي في رابعه ابتدائي كسبوا في جميع الامتحانات. فده عندنا ده بالارقام وبالصور وكل حاجه. فهي العينه مش يعني مش كبيره قوي، 3000 بس برضو معبره. فاحنا طلبنا منهم نكبر العينه عشان نغطي محافظات اكتر، ونغطي نوعيات مدارس، ونفهم اكتر كقياس لما لاي يعني نتيجه التطوير. فانا بس بطمن الناس، الولاد على فكره اللي في السن ده قادرين تماما على استيعاب، زي ما ولاد اليابان قادرين احنا قادرين. المشكله ان احنا الكبار خايفين، لازم نثق في ولادنا اكتر من كده، نثق في قدرات ولادنا اكتر من كده، وندي لهم الفرصه يتعلموا بما يتواكب مع العصر بتاعهم.
هو المشكلة إن إحنا بنحاول نذاكر لهم ونساعدهم بس بطريقتنا، فبننقل لهم الخوف بتاعنا وده بيخوفهم. فكنت بدأوا بس سادة النواب يشرحوا للناس في الدوائر اللي هم فيها إنه الفلسفة اتغيرت، وإنه مفيش هنا حبس، مفيش تسميع، مفيش امتحانات. أنا ما بدربوش على الامتحان، أنا بدربه على المحتوى، على فهم المحتوى. دي نقلة كبيرة يا جماعة وهتاخد وقت. فدي أصعب جزء في الموضوع هو التغيير الوعي بتاعنا عن التعليم. هيحصل معالي الوزير واحدة واحدة كده واحنا ماشيين، هيحصل. احنا جبنا طلبة هنا على الهوا بتوع رابعة ابتدائي وفوجئنا رغم انهم كانوا مدارس حكومية او تجريبية، ما جبناش مدارس خاصة وكان مستواهم كويس جدا، وقالوا انهم حابين المناهج تقيل عليهم شوية لكن مستوعبينها وبيذاكروا لوحدهم وكويسين قوي، وكان مؤشر بعيدا عن اولياء الامور. يعني والله احنا واثقين في الولاد جدا واثقين من نجاحهم، انا بس عاوز اطمن اولياء الامور لمن يقول ان المنهج طويل او كبير، الكلام ده يعود على العلوم والرياضيات فقط مبدئيا، وبرضه حتى ده العلوم والرياضيات مصممه لعام دراسي طوله 180 يوم. العام الدراسي المصري بالاجازات بتاعتنا بالسنه الدراسيه بتاعتنا ما بيجيبش 100 يوم. ايوه، فاللي هيحصل ايه بقى؟ اللي هيحصل ان احنا هنمشي على كتاب الترم الاولاني بالريتم العادي، وهنشدد على السادة المعلمين يمشوا بالريتم العادي، ما يستعجلوش، ما يضغطوش على الولاد. لما نحتاج وقت اكتر هنكمل الترم الاولاني بعد اجازة نص سنة، وبعدين نبدأ في محتوى الترم التاني بنفس التسلسل لحد ما العام الدراسي يخلص. هنعوضهم عن المفقود من محتوى الترم التاني في بداية السنة اللي بعدها، ما يلاقوش هم على الجزء ده، فما يشغلوش نفسهم بانه مضطر يخلص الكميه دي في الوقت ده. دي احنا هنظبطها بحيث ما يبقاش في ضغط. المهم نسيب الاولاد بقى تتعلم مظبوط المحتوى اللي هنقدر عليه خلال الزمن، وما نفكرش بلغتنا القديمه، ما يبصوش للكتاب على ان ده لازم يخلص لانه مش هيخلص السنه دي. بالعام الدراسي الحالي مش صحيح. صعب انه يخلص، خصوصا ان كانت في فجوه تعليميه جايه من السنتين اللي قبلهم بتوع كورونا. فاحنا هنستوعب ده، ما يلاقوش عليه خالص، ولا نفكر في الامتحانات دي وسيله تقييم ليهم. نخليهم بس نديلهم فرصه يفهموا اللي نقدر عليه باستمتاع من غير رعب الامتحانات ده. صحيح، ودي رسالة مهمة جدا، بنشكر حضرتك ان انت وجهتها لأولياء الأمور، منه تطمنهم ومنه كمان توريهم طريق يعملوا ايه خلال الفترات اللي جاية. سيادة الوزير يعني احنا بنشكرك جدا على كل المعلومات وصبرك وطولة بالك لكل النقاط اللي احنا بنطرحها دايما كإعلام، وعلى حجم المكاشفة اللي حصل النهاردة في البرلمان واستكملته كمان معانا هنا في حديث القاهرة، شكرا جزيلا. طيب خلينا اقول لكم، امبارح كان معنا الناقد الرياضي احمد جلال، وقلنا ان المستشار مرتضى منصور بقائمته هيتقدم النهارده لانتخابات نادي الزمالك، وفعلا اتقدم بالقائمه النهارده وهنشوفها مع زميلنا خالد البرماوي في فرصه الكلام. بقى في ثلاثه مرشحين لرئاسه مجلس اداره نادي الزمالك: الاستاذ مرتضى منصور، الكابتن احمد سليمان، الاستاذ عمر هريدي المحامي. ده على الرئاسه. في بقى لامانه الصندوق، يعني هتبقى في تفاصيل اكتر مع خالد البرماوي. امبارح كمان عرضنا لحضراتكم هنا يعني وجهه نظرنا وموقفنا، احنا ليه كنا متوقفين عن عرض اي تفاصيل ومعلومات عن حادث انهاء واحد من الموظفين في شركة في القاهرة الجديدة، وقلنا إحنا ليه التزمنا الصمت فترة طويلة، وليه أسرة البرنامج بتاعتنا تواصلت مع أطراف أخرى غير الطرف اللي كان دايما الخروج على وسائل التواصل الاجتماعي، وإحنا مش عارفين كان صلته إيه بالشخص اللي أنا حياته. وقلنا لكم المعلومات دي توافقت تماما من امبارح. أنا آسف، زمايلنا لما كلموا الشركة وقالت إن مفيش حريق، إن الكاميرات ما اتحرقتش، إن تم تسليم التسجيل لحظة بلحظة وأجهزة الرقابة للنيابة العامة. وده كان كلام واضح جدا أول مرة كان يتقال هنا امبارح. صحيح، وبرضو لما أخذنا المعلومات من يعني ضيفنا الكريم كان رئيس تحرير جريدة الوطن عن آخر المستجدات اللي كانت مدير تحرير جريدة الوطن سامي عبد الراديو الأستاذ العزيز، وقال في شوية تفاصيل وبيانات على إن الموضوع لا يدخل فيه الشق الجنائي. النهاردة بيان مهم خرج من النيابة في التحقيقات حول هذه الواقعة، قالت فيه بالنص، يعني احنا هنقول لكم النص علشان تبقوا معانا فيه. قال
تلقت النيابة العامة بلاغا بقفز موظف من الطابق الثالث بشركة خاصة بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ووفاته خلال نقله للمستشفى، فباشرت التحقيقات حيث انتقلت لمناظرة الجثمان وتبينت ما به من إصابات. وطلعت مقاطع سجلتها آلات المراقبة بالشركة أظهرت صعود المتوفي إلى الطابق الثالث وقفزه من علو، كما سألت النيابة العامة شهودا على الواقعة وبعضا من أهالي المتوفي فأكدوا ذات الرواية، وأمرت النيابة العامة بندب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح جثمان المتوفي بيانا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وصولا لسبب الوفاة، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة ومدى وجود شبهة جنائية بها من عدمه. هذا وتؤكد النيابة العامة متابعتها عن كثب كافة ما تتداوله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الواقعة الماثلة، حيث تبينت أن البعض فضل التحدث في برامج تلفزيونية وفي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة عن ملابسات للواقعة ولم يدلوا بشهادتهم أمام جهة التحقيق المختصة، بل تطرقوا إلى أمور ليست محلا للتداول بل هي محل للتحقيقات، مندفعين بعاطفة أو ساعين وراء أهداف وأغراض أخرى. كما تؤكد النيابة العامة أن تحقيقاتها في الواقعة حتى تاريخه لم تقطع بالأسباب التي دفعت المتوفي للانتحار، وتوصلت فقط إلى أنه ألقى بنفسه من علون بالشركة المذكورة، وتؤكد أنه لا صحة لما أثير مؤخرا من حدوث حريق أتلف ما سجلته آلات مراقبة الشركة محل الواقع، وأن النيابة العامة قد حصلت على تلك التسجيلات قبل إثارة تلك الشائعة، وأنها ماضية في تحقيقاتها لإثبات مدى وجود شبهة جنائية في واقعة الوفاة من عدمه، وإذا ما انتهت انتوا جريتوا ليه كده؟ وإذا ما انتهت لعدم وجودها كملي وهو الأرجح مما توصلت إليه التحقيقات حتى تاريخه، فلا مجال جنائيا للبحث في الأسباب التي دفعت المتوفي للانتحار، ولا يجوز للغير الخوض فيها بجدال دون جدوى أو مردود سوى إيذاء شعور ذوي المتوفي المكلومين بما أصابهم. هذا وبمناسبة ما تم تداوله حول أسباب حدوث الواقعة، فإن النيابة العامة تهيب الكفة وخاصة وسائل الإعلام المختلفة إلى عدم الالتفات لهؤلاء الذين يدلون بمعلومات ليست دقيقة تتصل بالواقعة، وتجنب الخوض في ملابسات هي في أصلها محلا للتحقيقات والالتزام فقط بما تعلنه النيابة العامة من بيانات ومعلومات حولها، حفاظا على السلم العام وصونا للتحقيقات وحسن سيره. وتشير النيابة العامة إلى أنه إزاء ما أثير من أسباب لوقوع الحادث من ضغوط في العمل وسوء الإدارة، فإن النيابة العامة وإن كانت لم تقطع تحقيقاتها بهذا السبب فإنها تهيب بالكافة إلى الإحسان فيما استرعاهم الله فيه من مسؤولية، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته ومؤتمن على ما تحت يديه، فمن أدى أمانته سواء كان تابعا أم متبوعا وراعى ما وكل إليه من نفوس وأموال ومصالح وأعمال فإنه يجني ثمار ذلك نفعا ورخاء ومن المولى رضاء، أما من خان الأمانة وقصر في الرعاية فقد جلب الضرر والخسران ويستوجب محاسبته. عايز هنا أقول تعليق سريع على براعة النيابة العامة. أولا شيء رائع أن النيابة العامة تتابع الرأي العام بالبيانات اللي بتطلع منضبطة جدا وفيها داتا كاملة وفيها وضوح، لكن هناك إضافة مستوقفان جدا في الفترة الأخيرة منذ تولي السيد النائب العام حمادة الصاوي. زمان كان الوكيل النيابة أديب لابد مثقف ملم باللغة العربية وبالأدب وبالشعر وبالدين، حاجة كده بدأت ترجع اللغة دي تاني. أنا فاكر في أزمة الدكتور طه حسين الشعر الجاهلي، كتاب الشعر الجاهلي، لما أحيل للنيابة ورئيس النيابة كتب مذكرة تدرس في الأدب في الكتابة. دلوقتي كل بيان بيطلع من النيابة في مجموعة من الرسائل اللي مكتوبة برقي بأسلوب أدبي بمعان سامية طول الوقت، وهو بيتكلم عن السوشيال ميديا وعن الخصوصية وعن مسؤولية صاحب العمل تجاه العامل اللي عنده كنفس وروح وواحد مسؤول عن أسرة، كلها رسائل راقية جدا. النيابة العامة ليست قانون، هي ممثل المجتمع، فعندما تتحدث
يصبح الصمت فضيلة. القصة الأخيرة معانا النهاردة هنشوفها بالصوت والصورة، لأن بالأمس نظمت مكتبة اسكندرية ندوة بعنوان عام 2022 رؤية مصرية. ده كان في أحد فنادق القاهرة بمشاركة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار وعدد من الخبراء وأساتذة الاقتصاد. الندوة كانت بتهدف لمناقشة عدد من القضايا وأحداث مهمة اللي هتشهدها مصر في السنة الجديدة إن شاء الله، زي مثلا قمة المناخ، الافتتاحات الأثرية الجديدة، العاصمة الإدارية، دور المجتمع المدني في الشراكة مع الدولة وغيره. أعتقد أن طلتنا كانت وكاميرتنا داخل هذا المؤتمر والملتقى كان ليها طابع خاص. خلينا نشوف رصدنا إيه ونرجع مرة تانية هنا علشان نكمل معاكم باقي فقراتنا في حديث القاهرة. مصر من 200 سنة بالضبط استطاع عالم الفرنسي جان فرانسوا شامبوليون فك رموز حجر رشيد وبدأ نشأ علم اسمه علم الإيجيبتولوجي. فإحنا بلدنا في علم على اسمها، وده مش شرف كبير مش موجود لدول كثيرة. والعلم ده هنحتفل بمرور 200 سنة على إنشائه في 2022. يبدو أنه عام له خصوصية جدا. أولا هو العام الذي ينتظر إن شاء الله أن يفتتح فيه المتحف القومي الكبير، وهو حدث ضخم جدا عالميا على المستوى الثقافي. الأمر الثاني هو العام الذي يصادف 100 سنة على اكتشاف الكنوز الذهبية لتوت عنخ آمون اللي عملها هوارد كارتر. الأهم من كده أن في مؤتمر يكاد يكون هو المؤتمر الأهم في العالم كله هيعقد في مصر، اللي هو مؤتمر تغير المناخ. مش حاجة اسمها هجمة آثار، اللي احنا بنقرأه على الفيسبوك ده موضوع تاني خالص. ده ناس شغاله بيهدوا اثار وبيبنوا اثار، ولا انا والله يا فندم ما عنديش انا كمان، بس بيجي لي مكتبي بيبعت لي ما فيش هدم اثار. ولكن اوضح بس تاني حاجه، في حاجه يمكن الغير متخصصين مش فاهمينها. الناس فاهمه ان اي مبنى قديم اثار، لكن ما يشاع هو حاجه تانية خالص، هو عن مباني قديمه، مباني لها قصه، مباني لها ذكرى في نفوسنا.